السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الخط نتاع السكك الحديدية الذي يقع بين مدينة مشرية هنا ومدينة البيض على امتداد 130 كيلومتر. ونشوف هنا الخط نتاع السكك الحديدية هذا اللي ينطلق من منطقة هذه، يعني بالقرب من مطار مشرية. هنا نشوف المطار تاع مشرية، نشوف المحطة نتاع السكك الحديدية نتاع مدينة مشرية هنا، إذن والانطلاقة نتاع الخط هذا باتجاه مدينة البيض. هنا نشوف الخط بالأبيض، نشوف الخط هنايا، إذن وهنا يمر بتوسمولين، هذه هي مدينة توسمولين. وهنا نشوف المحطة اللي راهي قيد الأشغال هنا، محطة توسمولين هنا، وعندنا بعض الصور للمحطة هذه. نشوف اللي كان أجزاء نتاع الخط هذا قد تم الانتهاء من الأشغال فيها. وللعلم انه في هذه المشاريع تاع السكك الحديدية، هذه نقطة مهمة حبيت نأكدها، هي ان الرواق نتاع الخطوط تاع السكك الحديدية مفتوح لاتساع لزوج، يعني خطوط، يعني خط يدي وخط يجيب، إذن لكن الأشغال تخص غير جهة واحدة، وممكن فيها توسعة تاع الازدواجية تاع الطرق، تسمح في المستقبل باش نديرو الازدواجية تاع الطرق هذه. إذن هذا مهم، لأنه في الجسور، يعني كان ما الخط يمر تحت الجسور أو في الأنفاق، ولا دائما الرواق هذا معمول باش يتسع لزوج خطوط، يعني لكن الأشغال في أغلب الأحيان تخص إلا خط واحد، إلا في المحاور الكبرى وبالقرب من محطات نتاع السكك الحديدية يكون فيه ازدواجية تاع الطريق. لكن في يعني في المستقبل يكون فيه الازدواجية تاع كل الخطوط تاع السكك الحديدية عبر كل التراب الوطني. إذن هذا هو، والخط هذا هنا نشوفه فيه، والخط الموازي هنا عندنا الخط نتاع السكك الحديدية، وهنا عندنا خط نتاع موازي، وهذا الخط نتاع الموازي هو الخط نتاع الأشغال، هو خط مخدوم باش يوصل المعدات والأشغال وكذلك للصيانة. هذا الخط هنا الموازي مع الخط نتاع السكك الحديدية اللي نشوف هنا الرواق راه مفتوح، إذن في كل المسار ما بين مشرية والبيض. وهنا دوك نوصل نشوف وين يروح حتى إلى حدود مدينة البيض. وهذا الخط كذلك هو ينتمي إلى الخط نتاع الهضاب الثاني، لأن فيه زوج خطوط، هناك خط نتاع الهضاب العليا نتاع تيارة جلفة بسيلة إلى تبسة سوق هراس، وكذلك كاين خط موازي من الجنوب من بشار إلى مشرية إلى إذن البيض. وهنا نصل إلى مدينة البيض، وللعلم أنه هذا الخط فيه أربع محطات، منها ما هو للمسافرين ومنها ما هو للبضائع. إذا نلاحظ الخط هذا يوصل إلى مدينة مشرية، ولنا بعض الصور نشوفها في نهاية هذا العرض، والصور مأخوذة من طرف المؤسسة تاع المكلفة بالدراسات والمشرف على الأشغال نتاع المشاريع نتاع السكك الحديدية رانسريف. إذا سوف نشاهد الصور، نخليكم مع الصور. إذا
والسلام عليكم.